Ah Il y bon? a une chanson qui s'intitule Kenza. C'est une chanson en hommage à tous les démocrates algériens assassinés. Une chanson en hommage plus spécialement à Tahar Jaoud, le premier journaliste écrivain assassiné en Algérie. À vous, Matoub Younes. مذلين تفغد ثغري صرر حب وهذا رواء دوث مذلين تفغد ثغري صرر حب وهذا رواء أكن زايدي صبر سيل محنا في سفلا نضلي زير وزكام لكن الزمايا اللي هور تسرو يا رام خسر كل جتسة تفسيم فيك ثلث متسة ترام خسف اللام تسحى في زيام يفشل ابناج ودوام نقضن أشحال ذي ذرين يهني ورينا جرارا خص نقضن أشحال ذي ذرين يهني ورينا جرارا أكل نزايا الليل ورد سرويا في سفلنا نغلي زير وزكام لكن زاي الليل بورد سرو يا رام فرنس في الأغزي هني وقبلاد يحضر وسام يسجل بنات مسنين ثمور تغضل ندر الرهبان إن غنرة شدي جزيري اسمعي لور تسكي النرا نغني بس دف اليسين وصف سيد ويا مرة لكن زي الليل ورد سرو يا رام في سفلنا نغلي زير وزكام لكن زاي الليل ورد سرو يا رام خرص ونادي ونادي بريم هذا غدي سمح تازكام في الجرح قشره ديالين هاد نبان نجرد مورام تروينا هدفنا رنيم خاسك نبور بريد الوبام تروينا هدفنا رنيم خاسك نبور بريد الوبام أكن زايدين
نصير محنا في سفلنا نغلين في التير وزكا هاك النزايلي Matou Blounès, vous venez nous rejoindre. Pendant que vous nous rejoignez, je vais lire.